بيروج ان جماهير النادي الاهلي ما كانتش مبسوطه، اعتقد جبنا من كل انحاء العالم جماهير النادي الاهلي وسعادتها ببطوله الدوري العام الاصعب في تاريخ النادي الاهلي على ضمانتي الشخصيه. ما مرش على النادي الاهلي دوري اصعب من الدوري ده، وده يمكن كمان اللي خلى رواد السوشيال ميديا يتفاعلوا مع الدوري ده. نشوف برضو فيديو كده عن الدوري المصري ونرجع تاني نستعرض فقرات السوشيال ميديا. احنا ابطال مصر، الدوري الاهلي المصري، هو اسمه كده الدوري الاهلي المصري، مفيش حاجه اسمها الدوري المصري لكره القدم، هو اسمه الدوري الاهلي المصري، اعتبروها باي حساب. الدوري الاهلي المصري احمد عطيته طبعا فرحه مختلفه تماما، الراجل اطلق على الدوري ان هو اسمه الدوري الاهلي المصري، اكيد فرحه لجماهير النادي الاهلي لان كل جماهير النادي الاهلي حست بصعوبه الدوري ده وكل المعوقات اللي اتحطت في طريق النادي الاهلي عشان تبعده عن البطوله المفضله للنادي الاهلي. معانا برضو سكرينات لمعظم رواد السوشيال ميديا، واللي مش حظه هيكون معانا المره دي اكيد هيكون معانا في مرات جايه كتير. هنبدا بالاهلي اليوم. أفضل مدافع في تاريخ مصر وأفضل مدافع القارة عبر التاريخ، إنجازاته تعادل إنجازات أندية بعينها، لاعب اتخذ اللعب برجولة منهج له، لا يخاف لا يخاف ولا يهاب أحد، اسأله دروجبا وإيتو من يكون وائل جمعة. القطب الثاني للكرة الأفريقية بعد النادي الأهلي بست بطولات دوري أبطال أفريقيا، متفوقا على الزمالك ومازيمبي وآخر من حمل دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي، واكثر لاعب شارك في المباريات في تاريخ كاس العالم للانديه مناصفه مع حسام عاشور وابو تريكه برصيد 11 مباراه. ده طبعا كان بمناسبه عيد ميلاد الصخره وائل جمعه. كل سنه وانت طيب يا صخره. لاعبه الاهلي العظيمه ننتقل لها مروه عيد عبد الملك، او احسان عبد الملك، وهي بتقول محمد عبد الوهاب، جيلبرتو، علي معلول، مش باكات شمال، دي عضلات قلب جمهور الاهلي. تعبير رائع طبعا. ومعانا المشاكس اسلام مهدي، من اكثر اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي التزام وصمت وغيره على الفريق لما كان بيشارك، وزي ما قال عليك الباشمهندس محمد نجيب ده قماشه الاهلي. ننتظرك في مكان محترم داخل النادي يا محترم، وتكون خطوه الجونه مفيده ليك باذن الله. طبعا محمد نجيب 8 سنين من الالتزام بيدي رساله لاي لاعب بينضم للنادي الاهلي يعني ايه تكون لاعب مسؤول في النادي الاهلي. ومن محمد التزام الشهير بمحمد نجيب نروح لإبراهيم حامد، وكان بيقول مبروك لينا، مبروك علينا الدوري الأغلى في تاريخنا، الدوري الأغلى لأن الأهلي تعرض لحروب وضغوطات الموسم ده، لو أي فريق في مصر تعرض لنصها كان صارع من أجل البقاء، لكننا وكالعادة حسمنا اللقب. مبروك لكياننا الكبير، مبروك للأهلي، مبروك للإدارة، مبروك للجماهير، ومبروك لكل واحد منتمي للكيان العظيم. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، وده اللي بينقله عبد الرحمن محمد إن الفرق في العقلية. جمهور عقله صور له إنه كسب الدوري من شهر فبراير، وجمهور تاني كان بينه وبين الدوري 3 نقاط وكان بيحذر من الفرحة المفرطة قبل الماتش، وبيقول الكرة ملهاش أمان إلا مع صفارة الحكم. الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة الأهلي. نروح لعزة رمضان، واللي دايما بيشوف بعض الأمور من منظور مختلف. قال 9 ألقاب على التوالي من 49 ل 59، 3 ألقاب على التوالي من 75 ل 77، 4 ألقاب على التوالي من 79 ل 82، 3 ألقاب على التوالي من 85 ل 87، 7 ألقاب على التوالي من 94 ل 2000، و8 ألقاب دوري على التوالي من 2005 ل 2014، و4 ألقاب دوري على التوالي من 2016 ل 2019. وانا نفسي اعرف ازاي احنا مقصرين بقى في ان احنا نحقق 12 بطولة دوري متتالية، لان احنا نقدر ونعملها يا احمد. نقدر ان شاء الله، ومعلش فلتت مننا 14 و15. ومن عزة رمضان لصوت العقل حسن فكري، صوت حاد لا يخشى في الله لو ما تلائم متابعينه طبعا، بيقول طب بالله عليكم إدارة الأهلي تشتغل كده إزاي؟ انتقدناهم كتير لكن الناس عملوا رومنتادا على كافة الأصعدة، ومع ذلك في بعض الجماهير إحباط إحباط إحباط. تجديد في القناة، تجهيز لغرفة اللاعبين على مستوى أوروبي، تعامل في كافة الملفات بشكل أكتر من محترم. مش مطلوب يا سيدي كلام حلو، رغم إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن لا تقل خيرا أو لتصمت. الناس شغالة وبيحققوا كل ما يتمنى جمهور الأهلي وبما يليق بالأهلي، ومحدش بيطلع يقول أنا عملت ولا سويت. لا كده مش صح يا رجالة، الناس لازم تاخد حقها
اقل حق ليهم نسيبهم يشتغلوا بدون تنظير عليهم، وده رايي انا متفق معاه تماما. لازم بالفعل في انتقاد، ولكن لما يتحقق انجاز نهدى شويه بنغمه الانتقادات، لاننا في النهايه كلنا ورا النادي الاهلي. نروح لأيمن محمد، وهو كتب ليه كتاب مشهور في كرة القدم، فعشان كده هنلاقي مصطلحاته مختلفة تماما. بيقول كما يحدث في الأساطير الإغريقية وكما برع ألفريد هيتشكوك في عالم السينما، وفي موسم لن ينسى من تاريخ الكرة المصرية وسيكون عبرة لأجيال وأجيال، وقف العاقلين فيه دون أن يهتزوا تحت ضغوط وصراخ من لم يعرفوا قيمة وقامة الأهلي. لا تقل الأهلي بطلا للدوري المصري، بل قل الأهلي بيتا للدوري المصري. يخرج الدوري من الجزيرة كي يكون زائرا خفيفا على البعض، ولكن الدوري مكانه الجزيرة للمرة 41. مبروك لجماهير الأهلي أغلى بطولة دوري الأهلي، بيت الدوري المصري. عجبني جدا مصطلح الأهلي بيت الدوري المصري. ومن أيمن محمد لصفحة ماجيكانو، وهي بتنقل تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال أوقات مختلفة من الموسم. فبتاريخ 28/11/2018 الكابتن سيد عبد الحفيظ أو سي السيد زي ما بحب أناديه، أنا ما يهمنيش مين هو بطل الدوري في نوفمبر ولا ديسمبر ولا يناير، أنا يهمني مين بطل الدوري في ختام موسم 2018/2019. بطل الدوري إن شاء الرحمن هيبقى النادي الأهلي. وفي نفس اليوم الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول الأهلي بطل الدوري وياما دقت على الراس طبول. وفي 15/12/2018 بيكمل الكابتن سيد عبد الحفيظ تصريحاته بيقول الليلة طويلة والسنة كتيرة جدا جدا، خليك هادي خليك بارد، بلاش تنفعل كتير، يهمنا انك تكون موجود معانا، ما تبقاش بعيد، ومع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده، وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه. كان قاسي او كابتن سيد عبد الحفيظ. في 29/12/2018 بيكمل كابتن سيد عبد الحفيظ وبيقول ما زلت مصمما ان الاهلي سيكون بطل الدوري في نهايه الموسم. في 24/7/2019 الاهلي يتوج رسميا باللقب للمره 41 في تاريخه. التلميذ النجيب لمانويل جوزيه احد اهم اسباب التتويج. الحقيقه الكابتن سيد عبد الحفيظ انا بسميه رجل الموسم. تتفق معايا فارس؟ اللي عايز يشوف خلطة فيها رحيق مانويل جوزيه وعبقرية كابتن ثابت البطل الله يرحمه الإدارية يتفرج على كابتن سيد عبد الحفيظ. حابب أقول حاجة لجمهورنا، الفقرة دي كان ترتيبها مختلف في فقرتنا الأساسية، ولكن احنا قلنا النهاردة لازم نبدأ بيكم، لازم تكونوا انتوا ضربة البداية بعد كم الحفاوة الغير مسبوق اللي احنا لمسناه منكم بالزبط. وان شاء الله دايما هتبقوا موجودين معانا سواء ببوستاتكم او فيديوهاتكم او بتواجدكم هنا الدائم ان شاء الله. وخليني اقول ان انا اصريت ان بوست ماجيكانو يكون هو البوست الاخير عشان كابتن سيد عبد الحفيظ يكون مسك الختام في موسم ولا اروع للكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي لما بيقول حاجه بيبقى عارف هو بيقول ايه، ولما بيتوقع حاجه بيبقى بيتوقعها عن وعي ودرايه وادراك، على عكس البعض لما بيتوقع حاجات بيكون عن طريق ممكن بقى ميول شخصية أو ما شابه. ودي فقرة يا فارس، خلي بالك من كلامك